السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم في قناه طرزه نبات الجلابه مع فدوى. اليوم غادي نحاول نقدم لكم واحد موديلات اللي فايت لي خدمتهم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم هذه الجلابه، هذه اللون ديالها كحل والثوب ديالها كريب دو سوا. هاد الثوب هذا في واحد اللمعه، هذا هو اللي كتخليكم مختلف واحد شويه على الكريب العادي. حتى هو كيطلع في الجلابات زويونين وحتى في القفطنات. غادي نحاول ان شاء الله نقدم لكم هاد الرشيمه هادي. انا فايت لي درت معكم التطبيق ديال هاد الرشيمه هادي في القناه. خدمناها بالسم الحر، هنايا خدمناها بالسم الحر، خدمناها بالفويطات كيف كتشوفوا معايا هنايا. وهاد مثلا هاد الوريقات بجوج لاحظوا معايا خدمناهم ما فيهمش العقيق، هادو راه درنا العقيق ديال الماتسونو وعاد خدمنا الفويطات. يعني درنا هاد الجوج درناهم فويطات عاديين، هاد الجوج درناهم فويطات، وهذا والعقيق ديال الماتسونو كيعطي واحد اللمعه. هنايا كيف كتشوفوا معايا خدمنا هاد الوريقات هادو خدمناهم بالعقيق ديال الماتسونو. الصراحه جليبات طلعت انيقه وغزاله تبارك الله. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. خدمناها هاد الزويوقه هادي ولا درشمه خدمناها في ربعه بجوج كيف كتشوفوا، وحتى في الكميمه درنا نفس الزواقه. شوفوا الخدمه متقونه تبارك الله. كما قلت لكم كميمات بجوج خدمناهم بنفس الرشيمه. شوفوا معايا طلعت الخدمه انيقه تبارك الله مع بالسم الحر. اللون اللي استعملنا مع الكحل هو المشماشي، حيت المشماشي فيه جوج ديال الالوان، فيه المغلوق وفيه المفتوح. حنا حاولنا نخدمو بداك المفتوح. وهنايا باش وقفنا الخدمه، باش وقفنا الجلابه وقفناها بالرانده صافي. درنا هنايا الملاقيه على جوج شعرات، وهنايا هاد الهبيطه هادي درناها بالخدمه ديال السبوله تبارك الله كتبان بحال البرشمان. شوفوا معايا كيفاش متقونه هاد الخدمه هادي تبارك الله. ودرناها بجوج لوينات. حاولنا نخدمو هاد اللون اللي دخلنا على الكحل، هو اللون ديال الحرير خلاص ياك. خدمناه اللون قريب لهاد المشماشي هذا، حاولنا اننا نختارو اللون اللي قريب للصم وهو بالحرير، وما تفرقش بيناتهم حتى اللون. حاولنا نديروه اقرب ما كاين للون ديال الصم، وطلعت تبارك الله انيقه هاد الجليبه هادي. كيف قلت لكم هبيطه كامله خدمناها بالرنده ديال السبوله كيف كتشوفوا معايا. شوفوا هانت، شوفوا كيفاش متقونه. انا نحاول نقرب لكم، شوفوا كيفاش متقونه هاد الخدمه ديال الرنده تبارك الله، غرزه على اختها. شوفوا الاتقان تبارك الله ما شاء الله، طلعت انيقه هاد الجلابه هادي. وهاد السبوله هادي تبارك الله كتزين البياسه صراحه الله، كتكون خفيفه وفي نفس الوقت هذا مواتيه مع هاد الخدمه هادي. خدمناها كما قلت لكم بالكحل وبهاد اللون هذا تبارك الله، انيقه هاد الجلابه بصحه مولاتها. والصراحه راه ماشي غير هاد الجلابه اللي خدمت، يعني فاش شافوها الناس عجبتهم. ودابا نوريكم ان شاء الله الجلابه الاخرى اللي خدمت، هي نفس الزواقه ونفس كل شيء، غير مازال ما وقفناهاش. الرنده اللي غنديروا فيها غتكون ان شاء الله مختلفه. درنا هنايا تدريس ديال هذا ديال هاد الفراشه هادي، دخلنا فيها حتى هي العقيق. هذا التدريس هذا دخلنا فيه العقيق ديال المهرس، ما درناش الماتسونو لان الماتسونو رقيق ما كيبغيش يدخل لينا في الحرير. ها نتوما درنا حتى في القب نفس الخدمه، ها نتوما العقيق ديال التدريس ديال الفراشه. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الجلابه، هاد الجلابه هادي، وتقدروا تستافدوا منها الناس اللي باغيين الجلبات في الكحل او للعشاق ديال اللون الاسود. تبارك الله هذه ممكن تلبس حتى طريه وممكن تلبس حتى يوميا، لان واخا فيها الصم الحور واخا فيها التنبت فهو جات الرشيمه انيقه تبارك الله. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الجلابه هذه، وان شاء الله ننتقل لكم موديل واحد اخر ان شاء الله. كيف سبق لي وقلت لكم ان شاء الله غادي ننتقلوا لموديل واحد اخر. هذا التوب ديالو قفطان، التوب ديالو كما قلت لكم كريب دو سوا.
هو اللي فيه ديك اللمعة كما قلت لكم، راه ممكن يتخدم جليبات وممكن تخدم قفيطنات، هو نفس اللون هاد الجلابه الكحله اللي وريتكم قبل، هو نفس الثوم. كيمشي لنا كما قلت لكم جليبات وكيمشي لنا حتى قفيطنات. لاحظوا معايا هاد 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 القفطان هذا غزال ديال شي عروسه، كنتمنى ان شاء الله يعجبها. هنايا استعملنا الغرزه ديال الطرز الرباطي العاديه اولا الطرز الرباطي الاصيل، ودخلنا عليه السم الحر. شوفوا معايا السم الحر في الجناب ديال كل ديال هاد الرشيمه هذه كامله، عطاها واحد المنظر زوين. علاش؟ لان هاد القفطان هذا خدمناه كما قلت لكم هنايا باليد. نشوف نوريكم الخدمه ديالو، هنايا كله مخدوم باليد، ها نتوما مخدوم باليد. هنايا استعملنا ضفيره مضوبله نص طوق، هنايا عقيدات بلديين. هذا الخدمه اللي قلت لكم استعملنا الخدمه ديال اليد بالطريسنات وعقيدات بلديين. وفي الصم باش نقدروا نديروا واحد التوازن ما بين الخياطه والطرزه اللي عندنا، كما قلت لكم دخلنا بالجناب ديال دخلنا في الجناب ديال هاد ديال هاد الرشيمه هادي دخلنا السم الحر، هو نفس اللون اللي وقفنا به القفطان. ها انتم رشيمه خفيفه وفي نفس الوقت عطي واحد المنظر زوين للقفطان. ها انتم كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الموديل هذا. وإلا عجبتكم كما قلت لكم الرشمه راه ممكن ندير لكم التطبيق ديالها، لان كتكون عندي الوقت كنكون مدروكه يعني ما كيبقاليش الوقت للتصوير، كنبدا انا غير نخدم، خصني غير ضروري نعطي الناس حوايجهم، يعني كما كيبقاليش كما قلت لكم الوقت للتصوير. وإلا عجبتكم اي حاجه راه ممكن نحط لكم الرشمه او ندير لكم التطبيق ديال هاد ديال هاد القفيطنات هادو او لا اي حاجه خدمناها. غير حاجه وحده سبحان الله العظيم، راه فاش كنخدم شي موديل قليل اللي كنعاود، دائما كاين الجديد، دائما رشامي سبحان الله العظيم الا عاودت شي جلابه او لا شي قفطان ممكن نعاود جوج خطرات ثلاثه خطرات فقط، يعني رشمه بحال اختها دائما كاين تغيير. وتبارك الله راه عالم الطرز ديال الرباطي والطرز بصفه عامه وقفطان وجلابه، تبارك الله راه عالم، راه ما يمكنش مثلا نديرو رشامي كيكون معودين بزاف الخطرات، يعني دائما كاين الجديد. شوفوا معايا هاد القفطان هذا طلع تبارك الله انيق كما قلت لكم، الخدمه ديالو نص طوق بالضفاير والطريسنات وغير نص طوق. وهنايا نحاول نصور لكم كيفاش وقف القفطان. هنايا خلاص الكميمات، كميمات دخلنا هاد الدونتيل اولا هاد المبره هادي، هي راه كتباع كتكون بالمتر، هي هادي دخلنا عليها هاد اللوين هذا، داير بحال القزبوري بارد اولا بحال الخزي، ما عرفتش واحد اللون، ما عرفتش كيفاش نقول لكم اللون ديالو. هاد اللون ديال هاد الدونتيل اللي درنا اولا هاد المبره اللي درنا هنايا في بلاصه الشفيفه، هو نفس اللون هذا هو اللي دخلنا في هاد الطريزه هادي، داكشي باش عطاها هاد المنظر هذا. لاحظوا معايا شوفوا، انا غادي نحاول نوقف لكم نقبطو هنايا باش يبان لكم اكثر المنظر ديالو. ها انتم شوفوا كيف قلت لكم هنايا، شوفوا ها انت اللون ديال هاد الدونتيل هذا اولا هاد المبر اللي استعملنا هنايا بلاصه السفيفه اولا بلاصه الطفيره، نفس اللون خدمناه حتى في الرشيمه. شفتم ها انت داكشي باش عطا واحد المنظر زوين لهاد، اولا فكره زوينه اننا ندخلو هاد الدونتيل اولا مبرة ندخلوها في اللون ديال الرشيمه اولا اللون ديال الحرير اللي خدمنا به هاد الرشيمه هذه. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الموديل هذا، وان شاء الله ننتقلوا للموديل واحد اخر ان شاء الله. يلا كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الموديل هذا. ان شاء الله غادي ننتقل لكم هاد الموديل هذا. هذه جلابه شوفوا معايا طلعت تبارك الله انيقه، هاد الجلابه هذه خدمنا هاد الرشيمه خدمناها في الطوق طوق بجوج، وخدمناها حتى في الكميمات، هي راه نفس الرشمه وتعاودت. ها انتما غادي نحاول نقرب لكم الخدمه، راه نفس الرشمه اللي كنت فايت لي ودات لكم التطبيق، هي واحد الجلابه في الموف، راه اخر فيديو درتو في القناه هو التطبيق ديال هاد الرشيمه هادي. فقط واحد اللمسات اللي دخلت على هاد الرشمه، غادي نحاول نقول لكم شنو الاضافه اللي درت في هاد الجلابه هادي.
هي كنا ديك الجلابه اللي اخر خطره درتها لكم في القناه، راه مازال ان شاء الله الجزء الثالث مازال ما غادي نخدم معكم ديك هذا ديك الرشمه. فقط الاضافه اللي دخلت عليها هي انني دست بهاد الغريزه هذه في الجناب ديال الوريقات كاملين، فقط خليت هاد الوريق هاد الوريده هذه خليتها بالشكل ديالها طبيعي عادي، يعني الغرزه الاصيله ديال الطرز الرباطي، ودخلت عليها كيف شفتوا معايا دخلت عليها التنبات هنايا بالعقيق ديال الماتسونو. فقط مولاتها بغات غير شي حاجه خفيفه ديال التنبات، ما بغاتش بزاف، اختاريت انني ندخل غير شويه في هاد الوريدات هادو. كما قلت لكم خليتهم بالشكل ديالهم عادي. هاد الوريقات اللي عندي على هاد الشكل هذا هما اللي دوزت هاد الغريزه هذه دوزتها في الجناب ديال كل وريقه باش كيعطيها واحد المنظر مختلف. راه ممكن البنات هاد الخياطه اولا هاد الغرزه اللي درت هنايا ممكن نخدموها بالصم. يعني دابا راه كيف عرفتوا بان كاين الصم فيه مجموعه ديال الالوان، ممكن ندخلوا مثلا فيه واحد حتى هو كاين الكرونه، حيت هاد البياسه هادي ولا هاد الجلابه اللون ديالها كرونه، راه كيتباع واحد الصم حتى هو في الالوان. يعني ممكن ندوزو بجناب ديال هاد درشيمه كامله غيعطيها واحد المنظر زوين وغيزيد عليه واحد الجماليه. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الرشيمه هادي. هنايا الكميمات هما هادو، هادي البياسه راه مازال ما فينيناهاش، مازال ما خدمنا لهاش، مازال زعما الشكل ديالها النهائي مازال ما، هانتوما شوفوا معايا الخدمه متقوره تبارك الله. كيف قلت لكم في الصدوره بجوج او لا ربعه بجوج نفس الرشيمه. والخدمه باش وقفنا هاد الجلابه هادي هي خدمه ديال اليد. هانتوما شوفوا معايا، هانتوما شوفوا الضفيره متقونه والخدمه رقيقه، طريسنات على جوج شعرات الضفيره كذلك. صراحه الخدمه اللي هي رقيقه في الجلالب اولا في القفاطن احسن حاجه سبحان الله العظيم. كنتمنى يعجبكم هذا الموديل هذا ان شاء الله ولا كتاب وزعما وكملت هذه البياسه هذه، راه ممكن نصورها لكم وهي في المانكان باش تبان لكم اكثر. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الموديلات. كيف سبق لي وقلت لكم راه هاد الرشمه هادي راه عندي التطبيق ديالها او درت لكم التطبيق ديالها في القناه. فقط الاضافات اللي غادي يكونوا مختلفين اللي غادي كما قلت لكم الجزء الثالث غادي نديرو في هذا في داك الجلابه الموف ان شاء الله غادي ندير لكم، غادي يكون منظر مختلف على هذه واخا نفس الرشمه راه غادي يكون غنديروا شي اضافات غادي يكونوا يكون واحد المنظر مختلف. واخا نفس الرشمه غادي يكون كما قلت لكم المنظر كل وحده والمنظر ديالها. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الموديلات هذا وتحاولوا تطبقوهم ان شاء الله يا ربي. ما بقى لي غير نقول لكم نخلي لكم الراحه وحتى الفيديو القادم ان شاء الله، ودائما مع الجديد.